بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء فضلت الشيخ محمد ابو بكر لازم اقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب او كل عام وحضرتك طيب وبالمناسبه عايزه اعرف الفرق بين سنه وعام لانه ناس كتير تقولك ما تقوليش سنه ما تقوليش سنه وكان انا قلت حاجه غلط بس بمناسبه طبعا شهر رجب كل سنه وحضرتك طيب والنهارده هنكمل سوره الملك مع فضيلة الشيخ محمد أبو بكر زي حركة فضيلة الشيخ حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومسواك ومسوى المشاهدين الكرام كل أم. آمين آمين استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة من الرحمن الرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد كان لي صديق معايا بياخد درس وكان ليس مسلماً مم. كان مسيحيا مم. وكان اسمه مصطفى أيوة. وكنت أتعجب دوما <applause> هو لي أم سمته مصطفى مم. إلى أن دخلت كلية أصول الدين وعلمونا أنه لا مشاحة في الاصطلاح يعني ما فيش خلاف في الأسماء مم. فعام وسنة كلاهما يؤدي معنى واحد ولكن, آه. ولكن آه. بعض الناس حينما نظر في القرآن وجد أن العام قد ارتبط بالخير وأن السنة قد ارتبطت بالشدة والجد مم. فمن هنا أخذوا البشارة في العام وابتعدوا عن السنة طب مش احنا امرنا يعني لا مم. نتطير نعم. لا نتفاءل ولا نتشائم هو هنا بحاجة. ما فيهاش تطير ولا تفاؤل ولا تشاؤم ولكن هم يحاولون ان يلتمسوا ما سار عليه القران أو أن يستخدموا اللفظ الذي استخدمه القرآن في الخير ولكن في النهاية العام هو السنة والسنة هي العام وكلاهما حرم على الإنسان أن ينسب لهما شرا أو يسبهما لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدخل أيوة طيب ده أمر بالمره بقى نعم. لما اننا نقول لك كلمتين ما ينفع يتقالوا ما ينفعش يتقال مسواه ومأواه طيب هو بردك ده من قبيل ان الناس بردك بتتنطح حبتين آه. لكن هذا ليس صحيحا وهناك ادله في القران استخدمت هذا واستخدمت ذاك وما فيش اعتبار او ما فيش كلام دقيق يقول اني المثوى للظالمين فقط مم. والدليل على ذلك بابسط الايات اللي كلنا حفظنها قول العزيز لزوجته اكرمي مثوى مم. يبقى الامر منتهي ولكن بعض الناس يربط دائما بين المثوى وبين الظالمين مم. وبين النار وهذا ليس امرا دقيقا في القران الكريم مم. بل القرآن الكريم استخدم الألفاظ للجنة والنار استخدم المثوى واستخدم المأوى طيب, طيب. والنبي ولا بالله عليك؟ يعني ايه؟ أقول لك والنبي عمل لي ده ولا بالله عليك عمل لي ده؟ طيب هو في فرق مم. بين الحب مم. وبين الشرك ايوه وده أمر لازم الناس تفهمه ولازم الناس تدركه وده اللي دايما بنفهمه للناس يا سادة لما تيجي تتكلم مع م. حد بسيط م. افهم طبيعه عقله م. الامام الغزالي أو استاذ دعاء بيقول ان الناس حتى تجاه الدين اصناف من الناس من يكفيه ان انت تعلمه الوضوء والصلاه وبس م. اكتر من كده لا م. خلاص كده واظن لو حضرتك رجعت كده بالذاكره ونحن نشرح سوره الاخلاص م. واتكلمنا على كل هو الله احد اظن ان احنا ما اتكلمناش في اليات التوحيد اللي عندنا انما احنا اتكلمنا في امور عامه تخص الناس في التوحيد لكن ما جيتش حضرتك قلت والله احنا عندنا صفات المعاني وعندنا الصفات السلبيه وعندنا الصفات النفسيه ما شرحتلكيش الكلام ده وما جيتش قلت لك مش إيه لازم إيه؟ انا اعرفها خالص ليه أوه. بقى؟ ولا الناس العوام ايوه لا لأنه أنا من الناس العوام أوه. لانه لانه مما يجعل الناس يعني يتفكرون في غير ما هيئت لهم عقولهم يبقى احنا عندنا اقسام ربما مم. هذا الامر يخص طلب تقول اعدادي ازهر تاني اعدادي ازهر ليه لانهم مقدمون على ما هو اكبر فلا بد وان ياخذوا السلم او التدرج من أوله طيب لما نرجع لكلمه والنبي او بالله عليك اذكر ان يعني كان احد مشايخ المملكه العربيه السعوديه وكان قادما آه ها هنا على شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه ورضي الله عنه وطيب م. الله ثراه وكان هذا الشيخ وقيل أنه كان مفتي المملكة وقتها فكان يقول أن من قال والنبي أشرك يعني يحب بالنبي اشرك فلما جه للمشيخه فالشيخ زي ما تقولي عرض عليه مشروب فقال له لا انا مش قادر فقال له والنبي لا تشرب فالرجل تفكر اذا كان شيخ الأزهر مشركا فكيف حال اهل مصر؟ <applause> اما ده يبقى مشرك فلما عاد سالوه ماذا وجدت في مصر؟ قال وقول اهل مصر والنبي حب وليس شرك فهل من هؤلاء الذين يقسمون بالنبي يعبدون النبي؟ ابدا نهائيا انما هم يقسمون بالنبي حبا يقسمون بالنبي حبا شوقا عشقا والفقهاء اجازوا القسم بالنبي واجازوا القسم بالكعبه واجازوا القسم بالقران واجازوا القسم بكل شيء هو معظم لكن افضل القسم على الاطلاق لله سبحانه وتعالى وان كنا قد نهينا في القران عن جميع انواع القسم قال تعالى: واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم بس بس والنبي وبالله عليك وكده هل دي تعتبر أيمان؟ نعم دي مش أيمان؟ آه لا 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 استنى النبي لا انت لا بالله عليك لا 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 ومن حقوق المسلم على المسلم آه. أن يبر قسم أخيه ما تعتبرش لغو؟ لا كلام تعتبر كلام لغو دي في قصه ثانيه، الاستاذه دعاء انا يعني اعلم مم انك كريمه في بيتك ويعني اكرمتينا فكنت تقسمي بالشيء وانا ما عملوش فهل بعد ما يمشي الشيخ محمد يقولوا لك عدي بقى كام يمين وكفري؟ لا ده اسمه يمين لغو، اسمه هنا مم يمين ايه؟ مم لغو من باب الاكرام، لكن انا النهارده اقسمت عليا بالله عليك لا تقعد هذا من ادب الاسلام ان ابر قسم الاستاذه دعاء مم. وان انا ما خلاش تحنث في اليمين طيب مم. وبما انك دائما تضيع الحلقه وتفتح الموضوع كده ضاعت هي كده ضاعت بالذمه فانا محتاج اقول لك على نقطه مم. حضرتك بالذات والساده المشاهدين الكرام الاكارم خدي بالك انت النهارده يعني انا هسالك سؤال بحكم ان انت برضك يعني الاعلاميه الكبيره في المجال الديني انا لو حنست في اليمين انا دلوقتي حالف ما اخش الحلقه معاكي ودخلت اعمل ايه اكفر أفارة ازاي اكفر ازاي ثلاث ايام صي صيام الله ايه الله كده حضرتك بعد الحلقه دي هتتغرمي على طول طب خلاص كده طب ما تقول الاستاذ دعاء ده اش ابشع غلط والحمد لله ان هي لته انا حابب يعني انا كنت بدعي من قلبي ان هيته ثلاث ايام غلط ما احنا بنقولها كده على طول ده اكبر غلط ليه وكل من يفتي به خطا اطعام ليه بقى يا استاذه دعاء ماشي ليه بقى يا استاذه دعاء لا مش ماشي يعني اطعام الاول لا 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 مش مش كده مش اطعام عشرة مساكين او <applause> فإلا متجد. بتجد غفر الله. لا أي الله آه. شوفي يا جماعه القران الكريم مش على الهوى آه. والقران الكريم مش على المزاج القران الكريم هناك قسم منه احكام ايوه صح حضرتك القسم منه ايه احكام صح. القاضي ولله المثل الاعلى مم. لما يقول غرامه غير ما يقول كفاله صح ولما يقول سجن مع ايقاف التنفيذ صح. غير ما يقول سجن صح. بس صح. ولما يقول سجن مم. بس غير ما يقول سجن مشدد مم. فما بتجيش حضرتك لا قدر الله لما بتاخد الحكم تروح تنفذه على غرضك ولا على هواك ولا على مزاجك ولا اللي يناسبك لا الكلام ده غير صحيح وعلشان كده للأسف كثير منا يوم القيامة هيروح لربنا سبحانه وتعالى إلى عنده أيمان من هنا لحد السقف بتاعكم ده إيه ده كله يا رب أنا كنت بكفر لا ما كنتش بتكفر ليه بقى؟ لأن حضرتك ما كنتش بتلتزم بحكم ربنا سبحانه وتعالى طب حكم ربنا في من حنث في يمينه اللي بيعمل حاجة أو يقسم على شيء وبعدين يقع في اليمين ربنا قال إيه ركزي بقى كده فكفارته إطعام عشرة مساكين, مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة يبقى الأستاذ دعاء فاروق يجب. مخيرة في التلاتة دول يبقى مخيرة إيه في التلاتة دول إما أن تطعم عشرة مساكين أوه. وإما, أن أوه. وإما أن تكسوهم وإما أن تحرر رقبه وما عادش فيه تحرير رقاب ماشي كده طيب. يبقى الاختيارين الاولين يبقى الاختيارين الاولين فمن لم يجد الله شوفي بقى العباره عيديها تاني فمن لم يجد جدع ثالث مم. فمن لم يجد <applause> اللي خلاص انعدم عنده الخيار الاول والثاني مش بالمزاج مش زي ما الاستاذه دعاء صم ثلاثة ايام لا فمن لم يجد نقف عند العباره دي قوي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام اللي مش لاقي اللي مش هيعرف يكفر اللي ما عندوش يكسو يبقى يلجأ للصيام لكن اللجأ إلى الصيام ابتداء لا يجزئه لأنه تعدى في الكفارة يعني لا يجزئه لا يجزئه ما ينفعهوش ما يس ما يكفرش عن يمينه لان الكفاره ده فيه ناس متخيلين ان الصيام هو بيشد على نفسه وبيقص على نفسه لا يعني العقاب بيعاقب نفسه لا اكتر ما انه يدفع يعني لا, لا وده هيدفعني الامر معلش يعني الصيام هو الاستسهال اه طبعا طبعا الناس متخيله ان الصيام ده يا الاصعب سازة يا أستاذة يا دعاء صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه النهارده لما تيجي مثلا مثلا مم. انا هقول انا بقبض 10000 جنيه في الشهر ماشي كده فبيقولوا لي انت بتاكل لحمه كم مره في الشهر وكم مره فراخ وكم مره سمك ولو بشرب سجاير فبتشرب سجاير نوعها ايه وبعدين يجي يخبطني 10 مساكين مثلا ب 3000 جنيه مم. انا طلعت من جيبي في الايام دي 3000 جنيه أوه. هفكر احلف تاني ها لكن ايه الصيام طب ما انا صايم النهارده المشكله طب ما في ناس تعودت الصيام وتدربت الصيام ده الصيام صيام طب حلو يا أخوي عشان نخف شحوم ونخف دهون ونخف الحوم لا خالص، إنما ربنا لما يحط كفارة نلتزم بالكفارة اللي ربنا حطها ولذلك مم. ألف من لم يجد فصيام ثلاثة أيام عين. ها ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، طيب الشيء بالشيء يذكر مم. احنا عند أيمان الظهار آه. لما يقول لها أنتِ علي كظاهر, كظاهر أمي أو محرمة علي زي أم أختي أو تحرمي علي زي أم أختي خدي بالك ما تجيش تقول لي مع انه شهرين متتابعين لا لا لان ربنا سبحانه وتعالى حط الكفاره في القران على الترتيب وحطها مشروطه خلي بالك بقى فاول حاجه ربنا قال الف اطعام 60 مسكينه ربنا قال ايه خلي بالك ها طيب الاول تعالي بقى بص فرح بقى ولا يعني يعمل فرح الاول الف تحرير رقبه الاول الف تحرير وايه رقبه ماشي كده طيب وبعدين خلي بالك بقى وخدوا بالكم من الشر من قبلي ان يتماس طب وايه الفرق بين انت تتحرمي عليا زي امي او اختي وبين انت طالق طيب بعد الفاصل طيب قبل الفاصل اهلا بكم مره تانية أه يعني سالت سؤال هساله تاني بس بعد ما اخد مريم الو اهلا يا مريم اتفضلي سؤالك أه كنت عايزه اسال الشيخ على حاجه انا كنت اوقات في المدرسه بخلص في المدرسه بطلع على البيت ببقى للاسف طول اليوم بره البيت أه ولما كنت برجع بالليل بقى خالص كانت بتبقى كل صلوات ما كنتش عارفه اصليها فبضطر ان انا اجمعها كلها مع بعض ولما قلت لمامتي على حاجه زي كده قعدت تقولي ان لا ده غلط وده حرام وانا كده الصلاه بتاعتي ما كانتش بتحتسب سنه كام يا مريم؟ 16 انت في سنه كام؟ في سنه كام؟ اه تاني سنه طيب ماشي حاضر ماشي يا مريم سؤال الجميل الولاد في المدرسه احنا خلينا بس م. نقول ان المراه ليها خصوصيه ان المراه ينفع تصلي وهي قاعده في اي مكان م. خلاص كده طيب مم. حلو يبقى ده امر هتستطيع مريم تعمله وهي قاعده في الدرس هتتجه للقبلة وهي في النادي وهي في اي مكان مم. طيب انت عذر ذلك ما لا يدرك كله لا يترك كله مم. فهتعمل ايه لما تروح هتصلي الخمس, الخمس اوقات, أوقات. طبعا هي بتنزل مثلا الدور فتحاول تصلي الـ تصلي الـ الصبح طبعا في معاد ولو هتنزل آه بعد الظهر فتصلي الظهر والعصر مم. تجمع الظهر والعصر ينفع اه مقدما آه. اه كان صلى الله عليه وسلم يجمع بغير مطر ولا مرض ولا سفر مم. يبقى الجمع مرخص فيه جميل. ماشي كده طيب آه. وانا غالبا افعل هذا لما يكون خاصه في صلاه العشاء وأكون عارف ان انا رايح مكان هتأخر فيه في المواصلات جامد قوي فبعمل ايه بصلي المغرب وبصلي العشاء خلاص كده طيب طيب السؤال بقى ايه الفرق بين انت طالق وبين انت محرمه عليا طيب. آه زي امي واختي وهل الطلاق ملوش كفاره الطلاق طيب. له كفاره طيب. ملوش آه شوفي آه. آه انت محرمه زي امي واختي ده من ظهر ده من ايه ظهار حرم لما حرم عليه ان يقربها كما حرم عليه ان يقرب امه واخته هو ينفع يقرب من امه واخته خلاص هو الاتنين كده زي بعض طيب انما مراته لو قال لها انت طالق ينفع يقرب طب اصبري بس بيص على آه. لا ما ينفعش برضه مش في كل الاحوال لا في الاول خل... مش أول, في كل أحوال. اول طلقه, طلقة خلينا يعني. بس واحده واحده طيب اول طلقه هذا اليمين اللي هو انت علي زي ام اختي او محرمه علي زي ام اختي او كظهر امي واختي كان قبل الاسلام يعني ان المراه تحرم على الرجل تحريما ابديا وفي نفس الوقت لا يجوز لها ان تتزوج بغيره ده في شرع ايه ده كان في شرع من قبلنا اه خلاص كده إيه طيب وده اللي افتى به النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم, صلى الله. وسلم للسيده خوله لما جت له وقالت له إن أوسا تزوجني وأنا بكر مرغوب فيه فلما فرط بطني وانحنى ظهري قال لي أنت علي كظهر أمي وإن لي منه أطفالا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا يعني بالبلد أوس ما بيعرفش ربي وأنا ما أعرفش أكسب شفت الادب في الشكوى ست دعاء؟ طيب فالنبي قال لها ما اراك الا قد حرمت علي فرفعت شكواها الى الله سبحانه وتعالى فنزلت ايات بينات قد سمع الله قول التي تجادلك تجادلك في زوجها, في زوجها وتشتكي, وتشتكي الى الله،, الله. خلاص كده؟ طيب بدا التشريع ينزل في ايات الظهار فربنا قال اول حاجه فتحرير رقبه من قبل ان يتمس خلي بالك يبقى لما يجي حرر الرقبه اللي هي مش موجوده دلوقتي من قبل ما يلمس زوجته ما ينفعش يلمس زوجته لما يؤدي الكفاره طيب قالت له معناش فربنا عدل الكفاره في حاله ان هو معهوش خلي بالكم بقى وده بقى الفرق بقى في في ايات الظهار فمن لم يجد مم. في في الظهار يقول ايه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين طيب ركزي بقى كده ركزي هنا هنا هيقدم الصيام على الاطعام خلي بالك مم. في الظهار سرحتي ولا معايا لا معاك طيب في الظهار هيقدم الز... الصيام, الصيام على الصيام على الكفار طب وهناك في ال... في اليمين قدم الايه الإطعام, الاطعام على الايه على الصيام, الصيام. ليه؟ ايه السبب؟ اه الاسلام بيشوف انت تتربى منين مم. انت تتربى منين مم. فهناك الثلاث ايام يتجابوا بسرعه مم. لكن العشر مساكين هيكسروا وسطك على الاقل لو في لحظه هتحس كده بتطلع 3000 جنيه يبقى مصيبه بالنسبه لك مصيبه ايه 3000 جنيه اللي ماسكها او 5 7 3 2 ممكن حد يطلع اقل حسب أقل. ماشي على راس النهارده هو بياكل ب 100 جنيه لو هو النهارده اقل اقل مسكين انت هتاكليه باقل من 100 جنيه؟ لا طيب خلاص يبقى طلعت 10 ب 1000 جنيه اه 1000 جنيه يكسروكي النهارده يكسروا خلاص كده طيب يبقى التربيه هنا ماشي كده طيب م. نروح بقى نرجع لمين؟ للظهر. طيب تخيلي بقى حكم الاسلام مم. بصيام شهرين متتابعين محرم عليك فيك ان تمس زوجتك قبل ان تتم الشهرين كاملين. صيام وما ينفعش حضرتك صعب. تقول لنا انا عيان ولا ولا لانك حتى لو مرضت وجب عليك الاعاده من البدايه. خلاص كده صعب قوي. اه صعب أوي. ليه؟ 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 السبب؟ يعني مين يقدر يعمل أقولك اقول لك مين اللي مم. يقدر؟ اللي يبعد عن البيوت. يحمل الاسلام البيوت والاعراض. مم. الاسلام بيقول لك المراه مش كل شويه تهزر معاها. مش كل شويه تهنها، مش كل شويه ترمي اليمين. خلاص كده؟ خلاص طيب يبقى هنا غلظ العقوبه فقال فمن لم يجد صيام شهرين ايه؟ متتابعين. متتابعين. خلي بالك آه. من متتابعين، هناك في اليمين ما قالش متتابعين. قال ايام. تلات ايام، ممكن متفرقين ينفع. والله اه والله آه ينفع هناك آه ماشي كده لكن هنا لا متتابعين خلاص آه كده وبرضك آه من قبل ان, أن يتمسى طيب مش قادر رجل كبير او مريض مرض مزمن هيعدل بقى ايه فاطعامه وستين مسكينا خلي بالك طيب ما قالش فمن لم يجد بقى فمن لم يستطع اللي مش قادر اه, آه. شوفي بقى آه. فمن لم يستطع في ايه خلي آه. بالكم في ايه يعني هو في الصيام يعني هو وتعالى ذكر عدم الاستطاعه في فين في الصيام, في الصيام هنا الصيام ليه؟ شهرين متتابعين ليه 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 فمن لم يستطع ليه مم. اللي استطاع هنا ايه مش قادر. اما لكبر سن سن طاعن او مرض مزمن لكن مش قادر تعبان لا مفيش الكلام ده شهرين ورا بعض اه لا تربية كفاره مم. كفاره طب هو لو قال لك انا مش قادر ما عندناش حاجه حسكين. اسمها مش قادر ما هو فمن لم يستطع اهو مش قادر فمن لم يستطع دي ما هي محدوده بايه, بإيه؟ بالسن الطاعن او بالمرض المزمن ما يمكن حد آه. مش قادر فهم. لا مش قادر دي تقدر بقدر ما الطبيب اللي يقول مش انا وانت اللي لا نقول. وهو الشخص لا. نفسه لا. اللي عارف استطاعته جواه لا الطبيب اللي يقول يا استاذه دعاء على ممكن كلمة بتاعت انت محرمه عليا كامي واختي دي صعبه قوي صعب. لسه بيقولها خلاص كده على شق... اه على منتشره جدا منتشره لا جدا اي أيوة والله منتشره يعني جدا م... لا عندنا في الصعيد لا 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 عندنا يقولون... ده عندنا زي اللب طب ولو ما نفذش ولا حاجه من دول ور... 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 ورجع لها عيش لا دي كارثه ده كارثه يبقى اعتدى ما تبص الايات القرانيه هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه خلي بالك في ناس لا بتعمل كفارات ولا اي حاجه ومقضينها كده طيب ممكن تسمعي كده بعد ما ربنا نهى آيات الكفارة خلي بالك يعني قال بقى فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا خلاص كده قال اسمعي العبارة ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحاد دون الله ورسوله قبتوا كما قبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إيه <applause> رأيك شفت تلك مم. ايه حدود, حدود الله مم. خلاص ده الظهر ماشي كده طيب خلاص هيطعم 60 مسكين لو هو الطبيب قال عجز عن الصيام خلاص كده ماشي طب هو انا ليه وقفت معاك وقلت لي بتقول مش قادره مم. او مش قادر قلت لك لا اللي يقول كده الطبيب الثقه المؤتمن الخبير لا في عدم مقدره من مين م... م... لا يعني هو مش مريض ولا حاجه بس عنده عدم مقدره يقول في انه الطبيب. ي... يك... مش الطبيب اللي هيعرف آه يحكم لا. الشخص نفسه يقول لك مش هعرف اصوم الشخص الست... ده غصب عنه ينفس. يوم ورا بعض علشان بعد كده نقول له دي كفاره هو حضرتك ده لو ماده في القانون هتقدر تقول للقاضي ما اقدرش هيقدر يقول للقاضي ما اقدرش خالص استأنف وبعدين ونره. ايه لو في يوم مش عارفة حصل ايه تعيد من آه الاول ما الموضوع عشان يعلموا آه. البيوت ما البيوت ليه حرمه آه. مم. البيوت لها ايه حرمه وعلى قدر الجرم يكون العقاب مم. وما امن العقاب فقد اساء الادب طب انا ليه قلت لك ما ينفعش وما ينفعش تقولي لي مش قادره لان كتير من بناتنا وكثير من اخواتنا وكثير من امهاتنا بيتهاونوا في قضاء ايام رمضان يا استاذه دعاء مم. وتجي تقول لك يا شيخ انا عايزه اطلع كفاره يا ستي ما ينفعش مم. ما يجوز لأمرأة عليها صيام سواء صيام بسبب رضاعه صيام بسبب ولاده، صيام بسبب العاده الشهريه، ما يجوز لامراه ان تقض ان تطعم كفاره عن صيامها الا في حالتين ما لهمش تالت. الحاله الاولى اللي احنا قلنا السن الطاعن او المرض المزمن. ما ذلك لازم تقضي اللي عليك ايه؟ صيام. والدليل على كده الراجل لما راح للنبي صلى الله عليه وسلم سأله ان امي ماتت وعليها صيام اصومه قال أرأيت ان كان على امك دين اكنت تؤديه قال نعم قال فدين الله احق بالقضاء خلاص كده طيب انت طالق ده يا استاذة دعاء كان معاه ثلاث ايمان فلت منهم واحد يبقى فاضل له اثنين هيفلت الثاني يبقى فاضل له واحد يفلت الثالث نقول له بح خلاص خرب البيت مم. وشردت الأسرة وضاعت الألفة والمودة نورتيني يا ست دعاء ولا زلنا في صورة الملك وماله بس حلقة كانت مهمة ويعني و... فهمنا فيها أحكام كثيرة ربنا يجزيك خير فضلت الشيخ محمد أبو بكر بشكرك شكرا جزيلا أنا رأى الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة ورزقني وإياك والمشاهدين زيارة النبي العدنان بس أنت ما قلتيش نورتيني يا شيخ محمد نورتيني نقول لك نور تاني عندنا فاصل قصير وأنا